السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سوف نتكلم على موضوع مهم في التركيبات الثابتة، واللي احنا هنسميه بالاستيتيك كونسيدريشنز اوف ذا فيكس بروسودنتيك، اللي هو الاعتبارات الجمالية في عملية صناعة التركيبات الثابتة. طيب، اول حاجة هنتكلم عليها قال لك انه the evolving art of the dental aesthetic، يعني وجود طب الأسنان التجميلي بقى جزء لا يتجزأ من التعويضات السنية. يعني أنا علشان يكون عندي تركيبة ثابتة جميلة في فم المريض، البيشنت يجي يقول لك يا دكتور عجيب لي تركيبة بهذا الشكل، أتمنى يكون عندي تركيبة جميلة كأنها natural beauty، كأنها أسنان طبيعية. بالإضافة إلى ذلك يقول أنه عشان تكون عندك أسنان جميلة بهذا الشكل لازم يكون عندها وظيفة. أنا شتي عندي أسنان جميلة وأقدر أكل فيها، مش أسنان جميلة ما أقدر أكل فيها. في الجمال والوظيفة حتكون مطلوبة عندي وبقوة. في عندنا عالم مشهور اللي هو اسمه بيتر داوسونز، إيش قال في أحد المؤتمرات حقه وهو بيتكلم على موضوع الجمال في التركيبات الثابتة؟ قال الاستيتيك أند فانكشن، ومسك يداته مع بعض الثنتين اليمين مع الشمال، قال جو هاندز إن هاندز، يعني لازم يكونوا مع بعض. متى ما كان عندك تركيبة استيتيك حقها موجود او جميله حيكون عندك وظيفه كويسه، حينبسط منها المريض ومش حرضى يخلعها ولا شيء. بالعكس اذا جات لك تركيبه ما هيش كويسه ولا جميله مش حرضى ياكل عليها، اقول لك انا شي تركيبه جميله وعندها وظيفه اللي هي المضغ والطحن. طيب، ما هو اهدافنا في طب الاسنان التجميل او الدنتال استيتيك؟ عندنا هدفين اساسيين. انا ايش يكون عندي tooth of pleasing properties، انا اشتي يكون عندي اسنان عندها مواصفات جميلة، نسبة الطول الى العرض انا هنتكلم عليه متناسقين في الصفات او البروبورشنز حقها بيكون عندها موجود. انا اشتي حق الاسنان اللي حسويها انا متناسقة مع ثلاثة اشياء، يكون عندها harmony with the gingiva، harmony with the lips، harmony with the face. يعني لازم يكون عندي تناسق الأسنان مع اللثة مع الشفايف ومع الوجه إجمالا. علشان كذا كيف أعرف أنه يكون عندي أو كيف أنا يكون عندي ابتسامة جذابة؟ قال لك attractiveness of smile، الابتسامة الجذابة. قال لك علشان يكون عندي ابتسامة جذابة طبعا أكيد بيكون عادة في المكزيلريز، قال لك لازم يكون عندي ظهور الأسنان المكزيلري anterior teeth اللي هو من الكنين للكنين، بالإضافة للأسنان anterior to the first molar. هذه تعتبر the most attractiveness and youth، أكثر ابتسامة جذابة وإيش وشبابية. يعني لو نشوف هذه الأسنان central lateral canine premolar premolars 4-5 نفس الشيء الكناين وبري، يعني هذه الابتسامة اللي هي شابة والجذابة. غير ذلك إذا طلع 6 يعتبر ما هي جذابة، بالعكس. طيب، لما جيت أتكلم أنا على الابتسامة اللي هي حق الكبار في السن، لو جي عمل مقارنة بسيطة بيناتهم حتشوف انه اللي هو الكبير الشاب بيكون زي ما قلنا بتكون الأسنان الأمامية المكزيلري هي الظاهرة زي ما انتم شايفين هنا، بعكس الشخص اللي هو في ويذ ايجينج اللي يقولوا كبير في السن تظهر بسبب ترهل العضلات طبعا حق المسلز حق الوجه، بتظهر عندك المانديبولرز انسازز هي الأكثر ظهورا. إذا لو جي نشوف المقارنة هنا هذا الصورة حقيقية هتشوف انه لما يكون ابتسامة بسيطة عند الشخص الكبير في السن تظهر اسنان اللي تحت، بينما اللي في الشاب بيكون اسنان اللي فوق. طيب، في عندنا principles التي وعوامل وفاكتورز اللي بتأثر لي في الجمال والابتسامة. هذه العوامل هنتكلم في هذا الجزئية الاول على ثلاث عوامل او اربعة، والباقي هنتكلم عليها في الجزء الثاني في التسجيل الثاني. اول حاجة عند الفريمز او الاطار، انا عندي الاسنان اللي حسويها، انا اتكلم عن الاسنان الصناعيه او التركيبات اللي حسويها، لازم يكون عندي الاسنان اللي حسويها عندها هارموني او تناسق مع الفريمز. ايش من فريمز؟ ايش من اطارات؟ نبدا بالفريم الكبير اللي هو الفيس كله، لكن لازم يكون متناسق معاهم. مش كذا وبس، ندخل كذا ادخل شويه الفريمز اللي هو اللبس، مش كذا وبس، ومع الجنجيفه. واحنا ذكرنا هذا الشيء، قلنا ان طب الاسنان التجميلي لازم يكون في تناسق ما بين الاسنان والثلاث الاشياء اللي هو الوجه واللبس او الفيس واللبس والجنجبة، لازم يكونوا كلهم كويسين. ما لم انا لازم اذا عندي احد مشاكل في هذه الثلاث الاطارات لازم احسنها. كيف؟
رقم واحد نبدأ بالفيس. إذا واحد جالي عنده مشاكل زي كلاس 3، شوفوا هذه كلاس 3 ولا عنده كلاس 2، أنا ممكن أتساعد أو أخلي الدكتور الأورثو مع الدكتور السرجري يعملوا لي عملية أورثوجناتيك سيرجري. شوفوا يعني ما مش ممكن أسوي تركيب لهذا الشخص أو لهذا الشخص، لازم أرجعهم إيش؟ يعني كأنهم كلاس 1، لازم أعدل الوجه حقهم ما لم حتكون التركيبة عندي لا تزال سيئة. وفي ناس تعتقد أنه بالتركيبة الممتازة أنه حتغير وجهه، لا، عدل الفريمز أول. زي في الناس اللي عندهم فيشال بالسي، اللي عنده مشاكل في الوجه في العين، عدلها. ليه؟ علشان يكون العملية متكاملة. إذا عدلنا الآن الفيرست فريم، الإطار الأول، الفيس، الإطار اللي قلنا الشفايف. الناس اللي عندهم مشاكل في اللبس بهذا الشكل، احنا ننصحهم يروح لعند كوزمتيك سيرجري او اطباء الجراحين التجميليين وعدل الشفايف في البدايه. وحنشوف في نهايه المحاضره كيف انه الشفايف الشورت ليب بتعمل لي مشاكل. هنا عمليات اللي بتكون زي البوتوكس وزي الفيلرز اللي بيحطوه هنا علشان شويه يكون عندي برومننس، ظهور اكثر للشفايف، وبالتالي بيكون عندي ظهور اجمل للاسنان. بقى الاطار الثالث اللي هو الجنجيفا. انا متى ما جاء عندي شخص عنده الجنجيفا قصير او جامي سمايل، ابتسامه لثويه بهذا الشكل او اللثه ظاهره بشكل كبير، يعني لما يبتسم الشخص اكثر من 3 ملي ظاهره الجنجيفا، انا قبل ما اسوي له تركيبات زي ما هذه الحاله، اول شيء اسوي عمليه لثه او جنجيفا سيرجري، يا اما جراحيا يا اما بالليزر، وبعدين افكر اسوي التركيبه بتكون شكل احلى، لان البروبوشنز او النسبه هنا عندي مش صح. يعني هنشوف انه لازم السنترال يكون مستطيل مش مربع بهذا الشكل. طيب نشوف الريفرنسز، ما هي حقنا الاشياء التي انا اقارن فيها في عمليه البروبوشنز حق الفيس. نبدا بالهوريزونتال. ايش معنى هوريزونتال؟ افقي. انا قبل ما اسوي تركيبه لازم يعني اقرر انه حتكون التركيبه فيها تناسق مع الثلاث المحاور هذه اللي هما ايش؟ قال لك عشان يكون عندك aesthetic and attractiveness of the face، يكون لك عندك ابتسامة جميلة وجذابة مع الوجه، لازم يكون عندك الثلاث المحاور نحفظها: ال inter babillaries line، هذا الخط اللي ماشي على البابلريز، وش كمان ال eyebrows اللي يمشي على خط العيون، وكمان ال comorzes line اللي هما هذه الثلاث، اللي هو الخط النقطة اللي ما بين الشفايف اللي فوق مع اللي تحت، هذا الخط يمشي هذه الثلاثة. واحد نعدها انتر بابلريز، وهذه الاي بروز، وهذه الكومرز لاين، يكون الثلاثه برل تو اتش اذر، لازم يكونوا متوازين. عفوا، لو واحد طلع مايل شويه لفوق او لا تحت، يعني في عندي مشكله لازم احلها زي ما انا ذكرت. طيب مش كذا وبس، قال لك لازم حقي لو انا قسمت الفيس الى ثلاثه اقسام، من عند منبت الشعر الى عند الاي برو الانتر بابلري الانتر بابلريز الى عند الفلترم الى عند التيب اوف ذا تشين، قال لك اذا فعلت هذه الثلاثة محاور، واحد اثنين ثلاثة اربعة، ثلاثة اثلاث، لازم تكون متساوية، ما لم حيكون عندي مشاكل في الاسنان، يعني او الاسنان مهما صلحتها مش حيكون عندي ابتسامة جذابة واستيتيك، فبالتالي لازم انا احل هذه المشاكل. طيب نجي على كيف المفروض عندي الابتسامة تكون. قال لك في عندي حسمة سمايل ارك او الاين او القوس الابتسامي، قال لك انه هذا لازم يكون عندي اللور ليب، انا بنمشيها الان اللور ليب يكون وذ هارموني متناسق. كيف يكون بارلل او جو، يعني يكون ماشي بالضبط مع من؟ مع الانسايزل بلين اوف ذا ماكسيلري تيث. عند احنا هذا البيشنت عنده تقريبا الى السن الرابع والخامس، لو انا امشي قوس، شوف انا بمشي قوس على انسايزل بلين، يعني قوس الشفاف لازم تمشي معه بنفس القوس، ما تكونش هذه مستقيمه وهذه مقوسه، لازم بنفس الاتجاه. طيب عشان كذا نجي نلاحظ هذه الشاب او الشابه هذه، تلاحظ عندها سمايل بلين، السمايل بلين عندها مقوس، والشفايف معاها بتكون كونفكس، نفس التقويصه حق الانسايزل بلين. بينما في الاولد ايج بيكون عندي اللور ليب ما هيش عامله كونفكس، حتكون مالها ستريت سمايل لاين، تحس انه عندك الاسنان قد هنا ويرنج متاكله، وكمان عندك اللور ليب كمان ستريت، فهنا بيكون عندك كونفكس سمايل لاين، لكن هنا بيكون عندنا ستريت مع الايج. طيب هنا شفتوا المشكله حق الفريم الليبس،
ايش مشكلة الصورة هذه او هذا البنت؟ عندها الابر ليب، عندها شورت ليب، الابر ليب شورت، فايش ظهر عندي مشاكل؟ اول شيء ظهرت عندك المشكلة اللي وراها اللي هي الجنجبة، ظهرت اللثة بشكل اكثر. لو كان عندها الليب يعني بارز او بشكل احسن من كذا بالبوتوكس حتغطي عندك الجنجبة، وبالتالي حتكون شكل جمالي احلى. فمتى لو كان عندك الشورت ليب زي ما هذه، انا افضل انه اصلحها واعملها اللونج ليب، حتكون احلى علشان ما يكونش عندي اللثة ظاهر بشكل سيء، وبالتالي الاسنان حتكون ما هياش جميلة. طيب خلونا نتكلم على نفس الشيء زي ما قلنا الجامي سمايل. ايش تعرف الجامي سمايل؟ يعني لازم تعرف الهوريزونتال، متى ما كان عندي مشاكل في الجم اكثر من 3 ملي هنا احتلت طبعا ظاهر اثناء مودريت سمايلينج، حتكون عندي ابتسامه مش حلوه بالتركيبه حقي، فما اقومش اجازف واعمل تركيبه وما قد حليت مشاكل اللثه، استعين باخصائي اللثه يحل لي مشكله اللثه سواء بالليزر او بالجراحيا، علشان لما يبتسم البيشنت في الابتسامه الوسط مش حتى الابتسامه العاليه يكون عندي او ما يكونش عندي الجم سمايل اللي بتكون اكثر من 3 ملي ظاهره. طيب كذا خلصت الهوريزونتال، خلونا نتكلم على الفيرتيكال ريفرنسز. نجي نفس الصورة، قال لك لو أنا مشيت خط فيرتيكال، هذا الخط لازم يمشي على من؟ على واحد بريدج اوف ذا نوز، اثنين فالترم اللي هو ايش تعرف الفالترم؟ هو الميدل بارت اوف ذا ابر ليب، الجزء الوسطي من الابر ليب، والثالث اللي هي الميد لاين. يعني هذا الخط قال لك ايش يكون كونسايد، يعني بيكون ماشي بالضبط على هذه بالضبط كذا. انا قسمت الوجه الى نصفين متساويين، الخط هذا مشي على الفلترم وعلى بريدج اوف ذا نوز اوف ذا ميد لاين، وكمان الميد لاين اوف ذا فيس. لو نشوف هذا الصوره لاحد الممثلين المشهورين توم كروز، حتلاحظ ان المعمل فيرتيكال ريفرنسز مشي على بريدج اوف ذا نوز على الفلترم، لكن مع الاسف ما جاش على الميد لاين، جالك على الرايت سنترال. صورة أخرى له لا تزال، لا يعني عشان كذا ما عندوش هنا vertical references مضبوطة أو coincide. طيب هتبقى لي السجيتال اللي هو الجانبية، قال لك إنه أنا المفروض هذا عندي إيش؟ الأبر أنتيريور تيث أو الأبر سنترال، أبر سنترال طبعا هذا روت، هذا كراون، هذا اللي عندي إيش؟ هي الأبر ليب. قال لك المفروض إنه الأبر ليب بتكون سبورت او مدعومه او محطوطه على جنجايفل 2/3 اوف ذا ليبيا سيرفيس اوف ذا سنتر. انا لو قسمت هذا الكراون الليبيا سيرفيس الى ثلاث جنجايفل 3 ميدل 3 انسايز 3، لازم تكون الابر ليب على 2/3 هذه. ما لم لو كانت على 1/3 حيكون عندي مشاكل ايش؟ يعني اللبس عندي فيها مشاكل، حتكون شورت ليب، وبالتالي حيظهر عندك الجنجفة. يعني شفت المشاكل كيف تكون، فما نستهين بهذا السبورت الذي ممكن يؤثر لي في الجنجفة. هذا ابر ليب. طيب ولا اللور ليب؟ قال لك اللور ليب المفروض انه انا لما اكون حرف اف وفي، شوفوا هذا بيعمل حرف اف وفي، لازم حقي الاسنان الانتيريور اللي بتشوفها قدامكم الانسايزرز حق الابر انسايزرز، المفروض ان تجي على الويت دراي line of the lower lip. هذا الشفاف اللي تحت في جزء منه بيكون للخارج يسموه dry وليب، وفي عندك جزء بيكون الى الداخل يسموه wet. الخط الفاصل بيناتهم اسمه wet dry line. المفترض انه لما اجي انا طبعا مش بركز انه كل شيء على الابر، ما بتكلمش على اللور لانه الابتسامه بتكون كلها في الابر. فقال لك المفترض انه الانسايزز حق الايدج حق المكزري انسايزرز لازم يكون عمل كونتاكت مع هذا الويت دراي لاين عشان يكون عندك حاجه كويسه، وهو الريفرنس حقي هذه اثناء ما اسوي تركيبه. طيب حتبقى لي بروبورشنز او ما يسمى بالنسبه، طيب قال لك المفترض انه في عندي حاجه اسمها فايبونيك سيريز. لو انا جيت اخذت هذه الارقام واحد واحد اثنين ثلاثة خمسة، ايش الرابط بيناتهم؟ يقول لك لو جمعت واحد مع واحد يساوي اثنين، واحد مع اثنين يساوي ثلاثة، اثنين مع ثلاثة يساوي خمسة. هذه يسموها the golden proportions أو النسبة الذهبية، وهي موجودة سبحان الله في natural dentation في الأسنان الحقيقية الطبيعية. كيف؟ لو أنا جمعت، لو أنا جيت قدام المريض بالضبط أو قدام الشخص اللي عنده أسنان طبيعية حتى عفوا، وشفت قدام المريض العرض حق الكناين،
عرض الكنان هنا كم حيكون؟ 0.6. عرض اللاترال طبعا وانا قدامه مش على جنب، مش هجي اشوفه من الجنب، وانا قدامه عرض اللاترال تقريبا هو واحد. اذا عرض الكنان وانا من قدامه مش هو عرض الحقيقي، عرض الحقيقي هو عرض الكنان، بس وانا بنشوف يعني شوفوا حتى الصوره هذه عرض الكنان 0.6 وهذه 1. لو جمعت ال 0.6 مع ال 1 حق اللاترال حيطلع لي عرض ايش؟ السنترال اللي هو 1.6. طيب نشوف اللي ما فهم، سوري نشوف اللي ما فهم هذه ايش قصدنا. شوفوا هذه الحاله حنزرع عليها خطوط هنا تقريبا الرايت سايد احسه لا باس. لو جيت لو شفت عرض الكناين من قدام جمعت عرض الكناين زائد عرض اللاترال تقريبا هذه المسافه عرض الكناين عرض اللاترال حيطلع لي عرض ايش؟ السنترال. اوكي تقريبا لا باس. لكن لو جيت شوف عرض الكناين هذا طبعا سوى تركيبه سيئه خلاها بارزه، وبالتالي لو جيت شفت عرض الكناين زائد عرض اللاترال مش حيطلع لي عرض السنترال، فهل البروبورشنز النسبه هنا نفس هنا؟ لا، فطلعت ما هيش كويسه. اذا انا لازم اهتم بالبروبورشنز هذه بشكل كويس. طيب نشوف هذه كيف نلعب فيها. هذه بيرفكت تيث اللي هو كيف يعني عرض الكناين زائد عرض اللاتر راح يطلع لي عرض السنترال، والعكس صحيح هنا في الجنب اليسار. طيب نجي نتكلم على الانتيرير تيث. طبعا هنا احنا بنتكلم كله على السنه الاماميه اللي هي الجماع. قال لك لو انا اقيس طول الى العرض لازم تكون النسبة 75 إلى 78%. هذه the most attractiveness smile. يعني إيش؟ يعني افترضت مثلا طول هذا 10، كم المفروض يكون العرض؟ 7.5 أو 7.8. طيب هما لما جاء شافوا هذا طبعا قد ملعوبة بالفوتوشوب فيما أخذ من كتاب روزن ستيل، هنا 10 وهنا تقريبا 9 العرض، فهنا كان 90%، هنا 10 وهنا 85 تقريبا. لا تزال تحس الأسنان عريضة وهذه كمان عريضة، لكن هذه أحسن واحدة 10 وأنا 7.5 تقريبا، فتحسها السنترالات مستطيلة بشكل حلو، لكن هنا تحسها عريضة، هنا عريضة، هنا كويسة، هنا نقص النحافة زيادة يعني تقريبا من 10 إلى 6 فتحسها طويلة زيادة. نشوفها كذا بشكل أوضح لما فهمها. هنا تلعب فيها خلى نسبة الطول إلى العرض 89 يعني تقريبا هذه لو فرضنا هذا 10 هذا 8.9. ركزوا معايا كيف حلعب فيها وركزوا على هذا الرقم 89 85. لا تزال الأسنان تحسها عريضة، كمان حندوس 77 أحسها كويسة، أقول لك 75 إلى 78، لكن لو زيدنا كمان شوية حيكون 73، لا قد طويلة. نرجع بالريوس مرة ثانية 77 ومعانا هنا 85 وحيكون معانا هنا كمان 89. طيب وكذا احنا انتهينا من المحاضرة الثانية من محاضرة الاستاتيك كونسيدريشنز في الفيكس برودنتك. ننتقل ان شاء الله في التسجيل الثاني في بارت 2.